مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة بن سرقة، وفي اخر المستجدات والتفاصيل التي تخص جريمة القتل البشع التي اهتز لها الرأي العام البن سرقاوي والرأي العام المحلي والجهوي هنا بجهة جسمسة، بعدما اهتزت منطقة بن سرقة عشية يوم أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الخامس بطبيعة الحال. وفي آخر التفاصيل والمستجدات اليوم صباحا تمكنت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الولائية بمدينة أكادير من توقيف الجاني والذي يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، وذلك للاشتباه بطبيعة الحال في تورطه في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض في حق شقيقه. وحسب المعطيات الأولية للبحث فالمشتبه به قام بتعريض شقيقه لطعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض بحي بن سرقاو بمدينة أكادير، وذلك لأسباب يحتمل أنها لا علاقة بالانتقام من تورط شقيقه في قتل والدته والتي قضى على إثرها الهالك عقوبة حبسية طويلة الأمد والتي قاربت حوالي 20 سنة حسب ما يقوله بعض الجيران وبعض أيضا الأشخاص القريبين من أسرة الهالك. فتم اليوم توقيف الجاني بعدما كان في حالة فرار، وقد أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، واليوم تم الإيقاف ديالو على مستوى صباح اليوم الأحد ليتم الاحتفاظ به تحت التدابير الحراسة النظرية رهن إشارات يعني البحث الجاري من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل معرفة كافة تفاصيل هذه القضية التي اهتز لها حي بن سرقاو بعدما تلقى أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين شقيقه طعنات على مستوى الصدر وأيضا العنق بعد تلقيه لطعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض من طرف الشقيق ديالو. والبارحة كانت منطقة بن سرقاو على وقع صدمة كبيرة جراء هذا الحادث الأليم، صراحة حادث لم تشهد له المنطقة مثيل منذ أمد بعيد ومنذ زمن طويل، إذ كانت المنطقة معروفة بطبيعة الحال بالهدوء ديالها والاستقرار ديالها، حتى تفاجأ الكل بهذا الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام المحلي هنا بمنطقة بن سرقاو. كما كتشوفوا معنا بطبيعة الحال هذه الجريمة صراحة جريمة مفجعة، جريمة خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكونها ذات دوافع انتقامية بعدما سبق وأن تم يعني سجن الشقيق الذي توفي نتيجة صراعه مع الجاني في وقت سابق، ما أدى الوفاة الأم ديالو بطبيعة الحال جراء هذا الحادث، ليمضي الهالك عقوبة حبسية طويلة، الشيء اللي بغينا يعني أنه بالنسبة للناس الذين يتساءلون حول تفاصيل هذه الواقعة التي هزت الرأي العام بن سرقاوي، فيوم أمس صراحة اهتزت منطقة بن سرقاو على وقع جريمة مفجعة بعدما قام أحد الأشخاص بالإجهاز على الشقيق ديالو باستعمال السلاح الأبيض. بطبيعة الحال
بعدما نشب خلاف بين الاثنين، الشيء الذي أدى لهذا الشجار، واستل معه أحدهما سكين ليجهز على الآخر بضربات مباغتة بأنحاء مختلفة من الجسد ديالو، الشيء الذي أدى الوفاة ديالو بعد الإصابة ديالو بنزيف حاد بأطراف مختلفة من الجسم ديالو، ليلود بعد ذلك بالفرار نحو وجهة غير معروفة. وبالتالي اليوم تم توقيف ديالو على مستوى صباح اليوم ليوضع رهن إشارة الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه حول تفاصيل وحيثيات ودوافع وأسباب إقدامي على الإجهاز على الشقيق ديالو. بطبيعة الحال هذه الجريمة سبق يعني أن أمضى الضحية حوالي تقريبا 15 سنة نتيجة تسببه في مقتل والدتي في وقت سابق، وبعد خروجه من السجن بحوالي تقريبا 3 أشهر حسب ما أكده بعض الناس، يعني أكدوا بأن الضحية خرج من السجن حوالي 2 أو 3 أشهر لينشب شجار بينه وبين الشقيق دياله، ما دفع به إلى الانتقام منه بهذه الطريقة البشعة التي هزت الرأي العام هنا بمنطقة بن سرقاو. وبالتالي فالكل يوم أمس كان مصدوم من هول هذه الجريمة البشعة. فآخر مستجدات إخواننا الكرام هو توقيف الجاني الذي كان في حالة فرار على مستوى صباح اليوم من طرف عناصر الفرقة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، والذين أوقفوا الجاني ليتم إحالته على المصلحة الولائية من أجل تعميق البحث معه حول دوافع وأسباب إقدامه على هذا الفعل الجرمي الذي هز الرأي العام هنا بمنطقة بن سرقاو، التي كانت إلى وقت سابق معروفة بالهدوء والسكون بطبيعة الحال. فمنطقة بن سرقاو تعد من بين إحدى الأحياء الشعبية هنا بمدينة أكادير، وكنت منا يعني أن هذه المنطقة يعني تحافظ على الهدوء ديالها، تحافظ على السكون اللي كانت معروفة به بعدما أصبحت تتوالى الجرائم وتتوالى الفواجع نتيجة مجموعة من الأسباب والدوافع اللي يعني كتخلي هاد المنسوب الجريمة أنه يتكاثر هنا بمنطقة بن سرقاو. بطبيعة الحال إخواني الكرام هذه هي آخر المعطيات والتفاصيل الخاصة بهذا الجريمة التي هزت هذا الحي اللي هو حي بن سرقاو اللي كنت توجد فيه اليوم، يعني كما كتشوفوا معنا. فبطبيعة الحال الحي يعني معروف بالهدوء ديالو وبطبيعة الحال السكون، إلا أن هذا الجريمة أيقظت هذا الحي بعدما كان لم يشهد من قبل أي جريمة من هذا القبيل. فاليوم صباحا تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير من توقيف الشخص المتورط في قتل شقيقه والبالغ من العمر حوالي 51 سنة بعدما تورط في قضية قتل الشقيق ديالو إثر شجار بين الاثنين، والذي أفضى الموت ديالو بعد تلقيه لمجموعة من الطعنات والضربات القاتلة بواسطة سلاح أبيض بأنحاء مختلفة من الجسم ديالو، ما أدى الوفاة ديالو على مستوى منطقة دوار البنان بحي بن سرقاو.
فبطبيعة الحال هذه هي آخر المستجدات والأحداث المرتبطة بهذا الجريمة البشعة التي هزت منطقة بن سرقاو بعد ما تم إسبال الستار على هذه الجريمة بتوقيف الجاني المتورط في قتل الشقيق ديالو صباح اليوم من طرف عناصر الشرطة القضائية، ليتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول أسباب وحيثيات ودوافع فعله الجرمي بعد الإجهاض على الشقيق ديالو بواسطة سلاح أبيض. أكيد يا أخي منطقة بن سرقاو كانت معروفة بالهدوء ديالها، إلا أنها في الوقت الحالي وأيضا في الآونة الأخيرة بدأت تعرف بعض الأنواع ديال الجرائم وأيضا مجموعة من الظواهر الشاذة التي صراحة بدأت تؤثر على المنطقة وتشوه سمعتها بطبيعة الحال. ونتمنى أن يتم الحد من مثل هذه الجرائم ومن منسوب الجريمة بهذه المنطقة الشعبية اللي صراحة يعني أنجبت مجموعة من الأطر ومجموعة من الكفاءات على الصعيد الوطني وأيضا على مستوى الرياضة، خاصة مجموعة يعني من اللاعبين ديال كرة القدم والذين كانوا يمارسون بمختلف الأندية الرياضية على الصعيد الوطني. فكنتمنى من الله تعالى وبركاته أن يحفظ جميع شباب المنطقة وأن يتم يعني الإقلاع من هذه الجرائم هنا بمنطقة بن سرقاو. وهكذا إذا هي التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذه الجريمة، على أمل اللقاء بكم في لايف آخر وفي مستجد آخر بإذن الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم من هنا من قلب منطقة بن سرقاو.